فوضى تصيب منصة باينانس وأخبار تخص الشيباريوم لعملة الشيبة. معكم عمر من قناة عالم العملات الرقمية. صديقي بتمنى منك تلقي نظر على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك وما تضيع على نفسك الفرصة، وبالإضافة لربحنا بسوق الفوركس. صديقي إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة المرابحة عالية، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط بأسفل الفيديو وتراسلني لأضيفك على القناة بشكل مباشر. صفقاتنا مجانية بسوق الفوركس. وهلا صديقي بعتذر منك عن الإطالة، وهلا خلونا ننتقل للمحتوى. زلزال يهدد إدارة منصة باينانس. استقالات بالجملة. بيوم أمس حصلت مداهمة لمقر منصة باينانس في استراليا، وحصل هبوط كبير بعملة البي ام بي، وأيضا اليوم تعرضت المنصة لاستقالات كبيرة، استقالات من شخصيات كبيرة بالمنصة، كبار المستشارين ونائب الرئيس الأول، أشخاص معروفة وأشخاص ثقيلة، هم عارفين المنصة ستقع فحاولوا يخرجوا منها قبل العاصفة. وطبعا رئيس التنفيذي سيزي باينانس نفى هذا الخبر وادعى إشاعات وبأنه عمليات الاستقالة دورة عملية. بصراحة صديقي منصة باينانس في ورطة بسبب الأخبار السلبية فقط اللي ممكن تأثر على سوق الكريبتو، لأني صديقي مثل ما بتعرف منصة باينانس هي عصب الكريبتو، أيضا تغريدة مشجعة ودافعة إلى الأمل من ساتوشي كوساما. حدد موعد لإطلاق الشيباريوم من 14 إلى 16 أغسطس الشهر القادم. إذا صديقي موعد إطلاق الشيباريوم تم تحديده من كوساما كبار المطورين، إذا رح ننتظر بهذا الموعد لنشوف دافعة لعملة الشيبة إلى الأمام. وطبعا هلا حاليا العملة بمستويات دعم. صديقي إذا حابب تستثمر بهي العملة استثمر جزء بسيط من رأس مالك حتى ما يأثر على محفظة. صديقي أنا دائما العملات الميم بفضل الاستثمار فيها بمبلغ بسيط. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو بتمنى منك تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يصلك كل جديد. صديقي مثل ما ذكرت لك بأول الفيديو لا تنسى تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صفقاتنا مجانية بسوق الفوركس. وإلى اللقاء صديقي ودمتم بخير.